أتمنى التوفيق لكل هذه الفرق الرائعة، ولكن قبل ذلك وأختم ب أن أريكم رسالة قصيرة من صديق خاص يود أن يرسل لكم. لم يستطع أن يأتي، لكن لنرى القرعة الآن، قرعة الفيفا لكأس العالم للأندية. أود أن أقول لكم مساء الخير واستمتعوا بأوقاتكم، الأجواء ستكون رائعة. لم أستطع أن آتي، وأودت أن أحضر معكم، ولكن رسالة لصديقي جياني. جياني هو رئيس الفيفا، هو صديق لي منذ وقت طويل. أنا أتشرف بأن أكون صديقا لهذا الرجل. أتمنى لكم رؤية البطولة رائعة، خصوصا لجماهير كرة القدم. البطولة تتحلى بلاعبين رائعين، وخصوصا أنها تقام في الولايات المتحدة الأمريكية. أتمنى لكم وقتا طيبا، وأتمنى للأندية المشاركة رحلة طيبة في هذه البطولة. أتمنى أن أراكم قريبا، وأتمنى أن أتواجد معكم. أني سأكون مسؤولا عن هذه البطولة بجانب جياني إنفانتينو. ستكون أجواء رائعة. شكرا لكم، وأتمنى لكم وقتا رائعا. شكرا جزيلا دونالد لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية.